السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم ندخل إلى مقطع جديد وهو انتقال الصفات الوراثية. بما أنه الفصل الدراسي على وشك الانتهاء، فحاولت أجمع الأنشطة الخمسة في فيديو واحد، منها ملخص، يعني نحط فقط ما هو مهم. بما أنه احتمالية 50% ما يجيش الوراثة في البويام، لذلك قلت نعمل فقط فيديو واحد ونجمعهم كامل. النشاط الأول عن مراحل تشكل الأمشاج الذكرية، يعني في التعليم تحصلوا على نطفة. أصل ومنشأ النطفة هي خلية منوية أصلية واقعة في المحيط الأنبوب المنوي. من هاي بدأوا المراحل. في المرحلة الأولى هي مرحلة التكاثر والتضاعف، تنقسم الخلية الأصلية الأم الجدارية بها اثنان آن صبغي. ماذا تعني صبغيات؟ هي خيوط رفيعة توجد في أنوية الخلايا وهي قابلة للتلوين، لذلك أطلق عليها اسم الصبغيات. تكون الصبغيات في النواة على شكل الأزواج ويرمز لها باثنان أن. نكمل مع المراحل. قلنا مرحلة التكاثر تنقسم الخلية الأصلية الأم الجدارية اللي بها اثنان آن صبغي، تنقسم ثلاث انقسامات خيطية متساوية معطية ثمانية منسليات منوية بها اثنان آن صبغي. بما أن الانقسامات خيطية متساوية اثنان آن صبغي، تقعد اثنان آن صبغي. مرحلة النمو تلك ثماني منسليات تنمو ويزداد حجمها، متحولة إلى خلايا منوية من الدرجة الأولى بها اثنان آن صبغي. مرحلة النضج يطرأ على الخلية المنوية من الدرجة الأولى انقسام اختزالي، يعني يتم اختزال عدد الصبغيات المتماثلة إلى النصف، يعني كان عندنا اثنان آن صبغي يصبح آن صبغي، تعرف بخلايا منوية من الدرجة الثانية. ثم يحدث لها انقسام متساوي، يعني هذه الخلايا المنوية من الدرجة الثانية تواصل الانقسام لتعطي أربع منويات فتية بها آن صبغي. مرحلة التمايز تطرأ على منويات الأربعة تغيرات شكلية وبنيوية لتصبح نطفة ناضجة التي تنزلق إلى لمعة الأنبوب المنوي. هي خلية جنسية ناتجة عن تحول على مدار 74 يوما. هذه النطفة تتركب من رأس بها نواة وقطعة متوسطة يوجد فيها ميتوكوندري وديل، أو نقول صوت للحركة. الآن نتعرف على مراحل تشكل الأمشاج الأنثوية، يعني البويضات. البويضة هي خلية جنسية ناتجة عن تحول لخلية بيضية أصلية واقعة في قشرة المبيض. المرحلة الأولى مرحلة التكاثر يبدأ في المرحلة الجنينية من الشهر الثالث إلى الشهر السادس، يعني قبل الولادة. تمر الخلية الأصلية بها اثنان آن صبغي عبر انقسامات خيطية متساوية لتعطي ثماني منسليات بيضية، وتبقى الصيغة الصبغية هنا اثنان آن. مرحلة النمو تنمو المنسليات ثمانية البيضية ويزداد حجمها، وتسمى خلايا بيضية من الدرجة الأولى بها اثنان آن صبغي، وتبقى هذه الأخيرة في حالة ثبات إلى ما بعد البلوغ الجنسي. بعد البلوغ الجنسي يعني مرحلة النضج، تنقسم الخلية البيضية من الدرجة الأولى إلى انقسام اختزالي إلى خليتين غير متساويتين في الحجم، إحداهما صغيرة تدعى الكرية القطبية وأخرى كبيرة تعرف بالخلية البيضية من الدرجة الثانية بها آن صبغي،
لأن قلنا انقسام اختزالي، هنا انختزلنا 2 إلى النصف. ثم تخرج من المبيض في مرحلة الإباضة، ولكن تبقى في حالة سبات، فتنتج الخلية البيضية من الدرجة الثانية خلية كبيرة تدعى بالبويضة، وهي قابلة للتلقيح، وخلايا قطبية صغيرة غير صالحة للتلقيح، لذلك تتلاشى. مرحلة التمايز، ليس هناك تمايز كبير للبويضة، حيث تفرز طبقة محيطية تزيد في سمك الجدار الخارجي للبويضة. تلك البويضة القابلة للتلقيح كيف يتم تلقيحها؟ فبما أننا تعرفنا على النطفة، فهي سوف تخوض رحلة صعبة، حيث يتم إطلاق ملايين الحيوانات المنوية في مهبل المرأة، معظمهم يقتلن بسبب حموضة المهبلية، أما الباقي فيواصلن رحلتهن الصعبة إلى عنق الرحم. نطفة واحدة فقط تستطيع النجاح واختراق البويضة. يحرر رأس النطفة نواته داخل البويضة، ثم تندمج البويضة آن 23 صبغي والنطفة آن 23 صبغي، يصبحان كتلة واحدة 2 آن 46 صبغي. ومن هنا نبدأ النشاط الرابع عن النمط النووي، هو عدد الصبغيات الموجودة في أنوية الخلايا. فلكل نوع من الكائنات الحية النباتية والحيوانية عدد ثابت من الصبغيات، مثلا عند الإنسان له 46 صبغي. تكون الصبغيات في النواة على شكل أزواج، ويرمز لعدد الصبغيات هو 2 آن. قلنا عند الإنسان يوجد 46 صبغي، يعني 2 آن يساوي 46 صبغي، أي آن تساوي 23 صبغي. الصبغيات تتشابه عند الذكر والأنثى، ما عدا الزوج الأخير من الصبغيات وهو الزوج 23، به نستطيع التفريق بين الذكر والأنثى، لذلك يعرف هذا الزوج الأخير بالصبغيات الجنسية. فعند الأنثى صبغ الزوج 23 يكون متشابهان تماما، يعني يكون لهما نفس الشكل ونفس الحجم، فيرمز لهما XX. ولكن عند الذكر فإن صبغ الزوج 23 لا يتشابهان، يختلفان في الشكل والحجم، يكون واحد كبير والآخر صغير، الكبير مجلاه X والصغير Y. وكما نلاحظ هذا ترتيب الصبغيات تراها على شكل أزواج متماثلة في الطول والشكل، يطلق عليه مصطلح النمط النووي أو الطابع النووي. إذن يتشابه النمط النووي عند الذكر والأنثى في الأزواج 22، ولكن يختلفان في الزوج الأخير 23 الذي يمثل الصبغ الجنسي، حيث يكون هذا الزوج الأخير عند الأنثى متماثلا فيرمز له XX، ويكون غير متماثل عند الذكر فيرمز له XY. في الانقسام الاختزالي عند تشكل البويضة، تلك الصبغ الأخير يقولنا XX تصبح فقط X واحدة، لأن لدينا آن صبغي. أما بالنسبة للرجل، قلنا في الصبغ الأخير XY عند تشكل النطفة، والنطفة فقط آن صبغي، يعني تلك النطفة يا تكون تحمل الصبغي X يا تكون تحمل الصبغي Y، فيتسابقون تجاه البويضة.
فإن كانت نطفة إيغراك تسبق كل الآخرين فسيكون الجنين إكس إيغراك والحمل سيؤدي إلى تكوين صبي، ولكن إن فازت النطفة التي تحمل إكس في السباق فإن الجنين سيكون إكس إكس، ومن سيرزق الوالدين بطفلة. وبهذا انهينا الأنشطة الخمسة من تشكل الأمشاج إلى الإلقاح، والحمد لله انهينا جميع دروس الرابعة متوسط. العام القادم يمكن اكمل معكم السنة الاولى ثانوي ان شاء الله، او البكالوريا نعمل كمان فيديوهات، او مستوى المستويات المتوسطة. ووصلنا الى النهاية، ان شاء الله كامل تكونوا ناجحين، والى اللقاء.